بسم الله. هذا كهرباء، هذه اوبل استراجي، بعثها لنا اخونا المولدي كما وريتكم انا في الفيديو، بعثها لنا اخونا المولدي من بير علي بن خليفه، وما غير ما يعرفني ولا حد شيء، وهي توا حضرت اليوم وجاه باش يهزها وفرحان وباش ناخذ منه كلمه على الاقل ويحكي لنا الحكايه كيف صارت العمليه كيفاش بعثها وقتاش بعثها. تفضل سي المولدي، كيفاش عرفتني؟ نعرفوا بيك معرفتك المباشره. عايشك. انا كنت نشوف فيك من فيديوهات من عامين تقريبا او اكثر. اي بصراحه يعني على قد ما اقترحوا علي الناس من اقتراحات، شوف مش عارف اماكن اخرى فيها يساعدوك وكذا واحد. أي. لكن لا، علاش؟ لان في تونس يعني انت عارفين الوضع كله. أي. الثقة والخبرة قليل باش مازال خير في الدنيا، لا مازال فعلا، لكن النسبة يا اما تلقى الخبير اللي يفهم حاجة مليح لكن ما تضمنش فيه انه ممكن يستغلك او يغشك او يعمل لك حاجة والله اعلم، يا اما تلقى العكس، تلقى الانسان الباهي والخلوق وكذا اللي ما يغشكش لكن خبرة على قد الحال، باش يجتمعوا الزوز هذوما ما القليل النادر ان شاء الله. واذا تشوفوا شخص فيه الحالتين هذوما ما تفرطوش فيه حتى من بعد الجو، ان شاء الله بيستر. انا بس يعني من شويه قلت علاش انت كنت في دار البيجو مده طويله 15 عام واكثر، علاش ما وصلتش في الديار خبير ومستشار واحد؟ قال لي لا انا نحب نخدم وحدي هيك. ما قعدت حل الجراج، من قلت حل الجراج وحدي نخدم وحدي هيك من 85 ل 2006 حل الجراج، وتو من 2006 انا نبيع الموتورات. اي يعني مش تشرفنا بمعرفتك. عايشك مزيان، مرحبا بك، زارتنا البركه وبيك فيك ومعاسي هيكل ومعاسي علي يعني الحمد لله ان شاء الله ربي يستر وعلى راحتهم هم اهم حاجه. هذيك هذيك الباهيه كونك انت بعثت لنا كرهبه وخدمناها في عقلنا. الواحد يدفع فلوسه حتى ربي وهو مرتاح. يا اخي معاش يلوج على سعر ياسر ولا ناقص. يا سي المود، الفلوس راهي هي وسيله للتعامل. اذا كان ما وراهاش دعاء الخير راهي ما تجيب شيء، وسيله للتعامل ما تجيب شيء، ما تجيب شيء. هذيك ها تو باش نسمعوكم الموتور خدم سي المود. شوفوا ما شاء الله، هذه صباح تو أول مرة تخدم، هي مازالت باردة، شوف بها ما شاء الله، مازالت هذا كله مازالت ما سخنتش شوية، وشوفوا الخدمة ما شاء الله منظافة، وشوفوا الإنستالاسيون كيفاش غلفوها، كيفاش غلفها عم خيري يخدمها، هذه عنده مشكلة نتاع المروحة تخدم هذه، هذه صغيرة تخدم، هذا إلا ما تحيد الخدمة هذاك هذاك. هذيك تبعك مكيفة، شوفوا كيفاش الانستالاسيون عملوها، شوف الجيار كيفاش عملنا له خوت ولقيناهولو باش يخدم الجيار الثانية، هذا ما كانش عنده، كان مكسر وعمل له اللي جي ما وريتوكم فيديو، هو جاب احنا الترمبة هذه نتاعو ركبنا له الموتور من عندنا والترمبة من عنده هو، هذه الترمبة هذيك افونتاج اللي صار له عنده الترمبة نتاعو، وهنا كلها ما شاء الله مريقلة. يعني كلها بدل الزيوت والفلتروات وكل شيء، وان شاء الله ربي يجيب ربي يجيبك الصواب سي مولد، ان شاء الله ان شاء الله تبيد بالهنا ووفقك ووفق كل من امين 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 يرحم والديك.